تواصل النجمة ليلى علوي تصوير أحداث مسلسلها الجديد فرح ليلى الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث يكثف مخرج العمل خالد الحجر عدد ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يومياً. تجسد الفنانة ليلى علوي ضمن أحداث مسلسلها الجديد فرح ليلى شخصية فتاة من الطبقة المتوسطة تدعى ليلى، تجاوزت 40 من عمرها دون زواج بسبب خوفها من أن تصاب بمرض سرطان الثدي الذي أصاب معظم نساء عائلتها وأودى بحياتهن في سن مبكرة، مما كون لدى ليلى عقدة من الزواج جعلتها تتفرغ تماماً لعملها كمصممة أفراح. تقوم بإعداد الكوشة وليلة الزفاف في بعض الفنادق الشهيرة لكل البنات، رغم فقدها لذلك الإحساس بالفرح بسبب تلك العقدة، إلى أن يظهر في حياتها ذلك الحب الذي يجعلها تفكر من جديد في الزواج. يا في سهالة منورة، ما نجيكيش غير في الفرح. إزيك يا ورد؟ الحمد لله، أنا حظي وحش ولا إيه؟ ما تخليكي شوية نتأنس بيكي. الله يأنسك. معلش، المهم أنت إزيك وإزاي الولاد؟ الحمد لله. ما شاء الله عليكي، زي ما أنت دايما زي الورد. وهتكبر من إيه؟ لا رضي الرضع ولا سهرة الليالي. البركة يا أختي في المرضعة. لسان حصانك يا حسنية. لما نسوان رضعت وقلوبها قاسية على عيالها، حق ربنا. ما شفتش أحن من قلب وردة على عيالها. انت الكلام ما ردتش عليك عشان الهان موقفة. ما تأخذيناش يا ستنا، رغي نسوان. أنا تشرفت بيكي وبكل الستات وبورد. عن اسمك.